زين هسه السؤال اللي عندنا، ما هو الفرق ما بين السيكونس وما بين السيريز، ما بين المتوالية وما بين المتتابع باعتبار تتابع السيكونس اللي موجود عندي؟ هذه واحد سؤال أول. سؤال الثاني، هل إنه المتوالية اللي هي السيريز ممكن تكون هي بنفس السياق اللي صنفت على أساس السيكونس، أن يكون سيكونس محدود وغير محدود، بمعنى أن تكون عندي متوالية فاينايت ومتوالية إنفينيتي؟ إذن هذه اثنين. السؤال الثلاثة اللي يمكن انه نسأله، هل يمكن بنفس الاسلوب اللي صنفنا به السيكونسز على اساس انه سيكونس انه يكون هو دايفرجنس وكونفرجنس، ممكن انه انا اصنف السيريز؟ هذه ثلاثة. حتى اجاوب على هذه الاسئلة الثلاثة خلي ابدي واحد واحد. اولا الانفينيتي سيريز، السيريز شنو هي؟ نعرف السيريز هي عبارة عن سم، مجموع اوف ان سيكونس اوف نمبر. فاذا كان السيكونس هذا هو سيكونس فاينايت، مجموع الفاينايت سيكونس يقودني الى فاينايت سيريز، واذا كان السيكونس مالتي انفينيتي سيكونس راح يقودني الى انفينيتي سيريز. اذا هسه اول خطوه حتى انه او اول سؤال نجاوب عليه، انه الانفينيتي سيريز هي عباره عن مجموع الانفينيتي سيكونس اوف نمبر. مثال على هذه الحاله، يعني فرضا لو كان عندي هسه مثلا هذه سيريز انه ان تساوي لي من واحد للما لا نهايه لي اي ان، من اجي هسه مثلا هذه افتحها راح تكون هي عباره عن واحد اي واحد اي اثنين اي ثلاثه الى ان استمر زائد اي ان. فاذا انت بهسه اللي هنا هذه هي عباره عن متواليه، مجموع شنو؟ سيكونسز. هذه السيكونسز هي مجموع النمبرز مالتنا، فهذه النمبرز بما انه هسه هذه هي عباره عن انفينيتي سيكونس باعتبار ان هي متكون من مجموعة من النمبرز، وهذه النمبرز الطول مالتها غير محدود، اذا هي عبارة عن انفينيتي سيكونس. وبالتالي بما انه السيريز مالتي هذه متكونة من مجموع انفينيتي سيكونس، اذا هي عبارة عن انفينيتي سيريز. مثال ثاني، لو فرضا كان عندي مثلا سيجما لان من واحد للما لا نهاية لواحد على اثنين اس ان، هسه هذه نفس الكلام، من اجي اعوض عن مقدار قيمة الان، مرة تكون عندي واحد على اثنين، مرة تكون عندي زائد واحد على أربعة، زائد واحد على ثمانية، زائد واحد على 16 واستمر. بما أنه هي هذه sequences عبارة عن مجموع numbers الطول مالتها غير محدود، إذن هي عبارة عن infinity series. إذن ثلاثة، فرضا لو كان عندي أنه sigma من n من واحد للما لا نهاية لواحد على جذر n، هسه راح يكون عندي مرة واحد زائد واحد على جذر اثنين زائد واحد على جذر ثلاثة واستمر. إذن بنفس السياق هذول كلهم نماذج لإنفينيتي سيريز. زين بالمقابل لو كان مثلا أنه أنا عندي سيجما لأن من واحد إلى عشرة للأي أن، من أبدي بهذا الشكل راح يكون مثلا أي وان زائد أي تو زائد أي ثري زائد لأن أوصل لأي عشرة، هذه بما أنه الطول مالتها هو محدود، إذا راح تكون هذه هي عبارة عن finite sequences، وبالتالي عدي هذه السيريز هي عبارة عن finite series. أوكي؟ إذن هسه السؤال الأول، السيريز ممكن أن تصنف اعتمادا على طول السيكونس أو نوع السيكونس اللي عندي، أما تكون هي infinity أو finite. هذا بالنسبة لنا للسؤال الأول. السؤال الثاني، آلية تصنيف السيريز مالتي هذه على أساس أن تكون هي متوالية متباعدة أو متقاربة؟ لازم أعطي شوية تعريف وبعدين نأخذ أمثلة على هذا الأساس. اولا السيكونس اللي عندي، خلي افترض انه هذا سيكونس سيجما اي ان، اعرفه بانه كونفيرج الى هذا السيكونس راح يكون متقارب الى عدد معين راح اسميه بالكابيتال اس، اللي هو يمثل الكابيتال اس هو يمثل مقدار قيمه غايه ان تقترب للما لا نهايه للاس ان. الاس ان هو عبارة عن finite single، العفو الاس ان هو عبارة عن يمثل particular sum، او مثل ما كان انا عندي بالسيكونس سميته بالحد العام، هنا راح اسميه بالparticular sum. اذا كان الاس يساوي لغاية ان للما لا نهاية للاس ان، هذه الكمية على اساسها اذا كان مقدار قيمة المجموع الكلي total sum، هذا total sum، إذا كان التوتال سم هذا ماتي محدود، فبالتالي راح تكون هنا عندي كونفيرجنس، غير محدود راح تكون السيريز ماتي هذه عبارة عن دايفيرجنس. أوكي؟ خلي أخذ أمثلة
واشوف انه اليه وطريقه التصنيف بالنسبه للسيريس. زين خلينا ناخذ المثال الاول فرضا انه كان عندي السيكونس الاول بالشكل التالي. مثال انه استخدم use the definition of the test whether the series convergence or not. المثال مثلا الاول اللي عندي هو المثال الاول سيجما لان من واحد للما لا نهاية لواحد على عندنا ان زائد واحد مضروبة في ان زائد اثنين. خلي افترض ان السيكونس مالتي بهذا الشكل واريد اصنف السيكونس هذا مالتي. اول خطوه لازم احدد جنرال تيرم الحد العام بالنسبه للسيكونس بنفس الاسلوب اللي كنا حدد به الحد العام للسيكونسز. فس الحد العام عندي واضح هو هذا الحد. فبالتالي اولا نقول انه مقدار قيمه الاي ان هي تساوي واحد على مقدار قيمه الان زائد واحد مضروب في مقدار قيمه الان زائد اثنين بهذا الشكل. زين هذا ممكن انه انا باعتبار استخدم اسلوب البارشيال انه حيكون عندي اي على مقدار قيمة ان زائد واحد زائد مقدار قيمة البي على مقدار قيمة الان زائد اثنين. زين وهذه ممكن انه تكون تساوي اذا احد المقامات راح يكون عندي اي في مقدار قيمة الان زائد اثنين في هذه زائد راح يكون عندي مقدار قيمة الان زائد واحد في مقدار قيمة البي الكل على مقدار قيمة الان زائد واحد في مقدار قيمة الان زائد اثنين. اوكي زين هسه اذا انتبه هنا من هذه المعادلة بالمقارنة مالتي ما بين قارن الحدود اللي عندنا هذه مع هذه راح يكون عندي هذا الحد يعني البسط يساوي للبسط. فبالتالي القاعدة راح تكون عندي انه مقدار قيمة الان في مقدار الاي في ان زائد اثنين مضروب في زائد مقدار قيمة البي في ان زائد واحد الكل يساوي لي واحد. اوكي فبمعنى هسه هنا نقول اذا كان مقدار قيمة الان تساوي لي سالب واحد بحيث يكون عندي هذه القيمة واحد صار عندي اي في واحد من هذه المعادلة مقدار قيمة الاي واحد. واذا كان مقدار قيمة الان يساوي لي ناقص اثنين حتى يصير عندي انه هذا الحد باعتبار راح يكون عندي ناقص 2 1 يصير عندي هنا هو عبارة عن سالب واحد فمقدار قيمة البي راح يكون مساوي الى سالب واحد. زين بعد ما حددتها اذا اقول اذا مقدار قيمة الاي ان اعوض هنا اقول اذا الاي ان راح تكون هي قيمة الاي واحد على ان زائد واحد قيمة البي هي سالب واحد على ان زائد 2 هذا هو يمثل مقدار قيمة الاي ان. زين هذه الاي ان هسه اذا اريد انه اشتغل على هذا الاساس راح ابدي اشتغل بالتعويض مالتهم. فاذا ابدي هسه مثلا بالشكل العام اقول انه مجموع سيجما لان من واحد الملانها للاي ان راح يكون هو عباره عن مجموع الحدود. يعني اقول بما انه سيجما لان من واحد للمالانهايه للاي ان هو يساوي لي اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة زائد زائد الى ان اوصل مثلا اي ان ناقص ثلاثة زائد اي ان ناقص اثنين زائد مثلا خلي اكتبهم هنا اي ان ناقص واحد زائد اي ان زين. وكل واحد من هذول الاي ان هو شو مثل هذه. فمرة اعوض عن مقدار قيمة الان بواحد باثنين بثلاثة ان ناقص 3 ان ناقص 2 ان ناقص 1 اي الى ان اوصل الى مقدار قيمه الان وعلى اساسه ابدي بالحلول. زين فبنبدي مثلا هسه بمقدار قيمه هسه اولا خلينا ناخذ هنا بنبدي مثلا بمقدار قيمه الان 1 راح اعوض بمن بالحدود مالتي الاي 1 ايش راح يكون عندي 1 على 2 ناقص 1 على 3 1 على 2 ناقص 1 على 3 اوكي الاي 2 راح يكون عندي 1 على 3 ناقص 1 على 4 الاي 3 راح يكون عندي اعوض راح يكون عندنا بمقدار قيمه الاي 3 يكون عندي 1 على 4 ناقص 1 على 5 اوكي هذول من اجهزه مثلا باعتبار اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 راح يصير عندي هذه كنسل هذا هذه كنسل هذا هذه كنسل هذا. زين انتقل لل اي ان ناقص 2 راح تكون هي عبارة عن 1 على ان ناقص 1 ناقص 1 على ان. طيب الاي ان ناقص 1 راح يكون هو عبارة عن 1 على ان ناقص 1 على ان زائد 1 الاي ان
راح يكون عندي مساوية إلى 1 على N زائد 1 ناقص 1 على N زائد 2. وبنفس السياق إذا أنتبه أنه هذا الحد مع هذا الحد، هذا الحد مع هذا الحد، إذن بالنتيجة أقول المجموع الكلي إذن الـ SN اللي هو عبارة عن الـ Particular Sum. شنو الـ Particular Sum؟ هو مجموع الـ A1 زائد الـ A2 زائد الـ A3 زائد إلى أن أوصل مجموع الـ AN زائد AN ناقص 2 زائد AN ناقص 1 زائد قيمة الـ AN. من أجمع هذا الحدود كلها هسه راح يكون النتيجة من الجميع هو عبارة عن الحد الأول راح يبقى عندي النص زائد الحد الأخير، وانتبه للإشارة ما تناقص، ناقص 1 على N زائد 2. هذا هو منه هسه الـ Particular Sum. زين، هسه أطبق القاعدة اللي هي حتى أحدد طبيعة السيكونس ماتي انه هل هو متقارب او متباعد، لازم يكون عندي غايه ان تقترب للانفينيتي للبارتيكلر سم. فاقول اذا طبق القاعده انه مجموع البارتيكلر سم، اقول اذا غايه اس هي تساوي لي غايه ان تقترب للانفينيتي للبارتيكلر سم اللي عندنا اللي هو 1 على 2 ناقص 1 على ان زائد 2. النتيجه راح تكون مساويه، هذا الحد راح يكون صفر والنتيجه هو نصف. وبما انه المجموع الكلي مقدار محدود، اذا اقول النتيجه او الخيار اذا بسيريس المتواليه مالتنا كونفيرج تو نص، كونفيرج تو نص. اذا على هذا الاساس صار المعيار مالتي في اليه تحديد الكونفيرجنس او الدايفيرجنس للمتواليات.